بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الحب والتحية لكل الحاضرين، سادة وشيوخ وأساتذة ومفكرين، وكل الجمهور العزيز. نرحب بكل المشاهدين خلف شاشة قناة الأيام الفضائية والمتابعين لمنصة عالم الشباب AYM. وخير ما نفتتح هذا الجمع الثقافي هو الصلاة على محمد وآل محمد. بالشباب تشحذ الهمم فترتقي وتعلو الأمم لتزهر الأوطان. ولأهمية الشباب باعتبارهم أكبر شريحة في المجتمع الإسلامي، وطبقاً لشعار قناة الأيام المتمثل بعالم الشباب، تم الإعداد لهذه الندوة الموسومة دور الشباب في إحداث النهضة الحضارية للأمة الإسلامية. نحتفل اليوم بقامة أكاديمية وأدبية وطبية ومفكر إسلامي نعتز بمساهماته القيمة في الدفاع عن دين محمد وآل بيته عليهم السلام، فهنيئاً للمنصورة بابنها، وشكراً للنيل الذي سقى ضيفنا. رحبوا معي بالمفكر والدكتور أحمد راسم النفيس بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعاً نرحب بكم خلال الندوة أو المحاضرة اللي راح يلقيها الدكتور اليوم، منورنا ومشرف قناة الأيام الفضائية، يعني حتى توزع عليكم أوراق بموضوعة الأسئلة والنقاش بعد 45 دقيقة. تفضل دكتور، الجو إلك. الكلام لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نود أن نشاطر الأخ العزيز اهتمامه بقضية الشباب، وأذكر أننا في المرحلة الإعدادية كان يدرسنا أستاذ أعتقد رحمة الله عليه، كان متمكنا من اللغة العربية، فكان يخاطبنا يقول لك شباب اليوم رجال الغد المأمول. طبعا هذا ليس دعابة، والشاب الأبناء في مرحلة النمو الفكري يحتاجون إلى اهتمام وإلى عناية مضاعفة، فهم رجال الغد المأمول. وإذا لم نحسن صياغة هذه النبتة أثناء نموها وأثناء طراوة عودها وأثناء قابليتها للتشكل، فنحن نكون بذلك قد ارتكبنا خطأ فادحا، ولا أعتقد أننا سلمنا بالفعل من ارتكاب هذه الأخطاء. نحن نترك أبناءنا شبابنا نهبا للتيارات الفكرية الفاشلة والمسمومة، والتي ليس فيها جديد. يعني لا أعتقد أننا نمتلك منظومات فكرية متجددة على مستوى العالم. ليس هناك مشاريع فكرية كثيرة في الدنيا، المشاريع الفكرية تكاد تكون محدودة ما بين اليسار واليمين. طارة يقولون الليبرالية، طارة يقولون العلمانية، ونحن لا نأبه بمثل هذه الأشياء والمعالجات، ولا نحاول القيام بتفنيدها كما ينبغي لنا أن نقوم به. الإمام علي عليه السلام له رسالة بالغة الأهمية وجهها إلى ابنه الإمام الحسن عليه السلام، وهي موجودة في ناجي البلاغة،
ومن وصيته عليه السلام للحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين، يعني لم يقل أنا منشغل بالحرب ولا منشغل بالتطورات السياسية التي تشغلني عن الشأن التربوي والثقافي، وإنما كتب هذه الرسالة من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الزامي للدنيا الساكن مساكن الموتى الظاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام رهينة الأيام ورمية النصار. ويقول الإمام: أما بعد فإن فيما تبينت من إدبار الدهر عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث قد تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدقني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي هذا مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت. فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي وكأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. طبعا هذا امتداد الأبناء من الآباء هو امتداد إما أن يكون جسديا محضا أو أن يكون امتدادا جسديا وروحيا، حيث تتوالد وتمتد هذه الروح في روح الابن. هل نحن تممنا بهذه الأفكار أم أننا تركنا أبناءنا تربيهم وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي المملوءة بكل ما هو غريب وشاذ، ثم تكالب علينا بعد ذلك تلك الأبواق الدعائية التي تروج لأفكار لا ندري على وجه الدقة من الذي أوحى بها إليهم، ولا نحمل منها إلا العناوين. طبعا أنا من جيل عاش تلك المهرجانات الفكرية التي تقوم على العناوين دون أن يكون لها أي مضامين. نحن عشنا ما يسمى بحتمية التحول الاشتراكي، وعشنا ما سمي بمشروع الوحدة العربية والقومية العربية، ثم بعد أن حدثت كارثة 1967 سمعنا شعارا يقول: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وهكذا دون أن ندقق. طبعا وسائل الإعلام لعبت دورا هاما في تشكيلنا وتكوين الفكري عبر عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وجماهير الشعب تدق الكعب تقول كلنا جاهزين. فمسألة كلها ليس هناك ثقافة، ليس هناك ركائز فكرية. سمعنا عما يسمى بالمثقف الملتزم، كيف يكون مثقف وملتزم؟ ملتزم أخلاقيا نعم، لابد أن يكون المثقف ملتزما أخلاقيا، إنما المثقف الملتزم في وجدانهم هو الملتزم بالخط الذي تمليه القيادة السياسية أو الحزب الحاكم. كان عندكم هنا حزب البعث، وكان في مصر ما يسمى بالاتحاد الاشتراكي العربي،
ليش اشتراكي وهو عربي، أو ليش عربي يحتاج لاشتراكي عشان تثبت يعني التكوينة أو تثبت العجينة. طبعا الآن خرج لنا التيار الجديد، التيار العلماني. ايه يا جماعة العلماني ده؟ يا ريتكم تشرحوا لنا لماذا انت علماني. طبعا هو لا يتحدث عن العلمانية بالمنطق، يعني العلمانية مسألة إجرائية حسب زعمهم يعني، إنما كيف تكون مسألة إجرائية وهي في نفس الوقت قضية عقائدية؟ يصف شخص نفسه بأنه علماني أو علماني ممن يؤمن بفصل الدين عن الدولة مرة، لا بفصل الدين عن السياسة مرة أخرى، لا بفصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية. يعني كان من أغرب العجائب التي رأيناها في تاريخنا في مصر. يعني العراق أنتم أدرى به مني ولست بحاجة إلى أن أحدثكم عنه. السادات عندما جاء إلى حكم مصر أطلق على نفسه لقب الرئيس المؤمن. طيب والرئيس المؤمن ده بيمارس سياسة، يعني دين وسياسة. لما وقع اتفاق كامب ديفيد وعلت أصوات المعارضة وكان الصوت الأعلى في هذه القصة المشايخ وخطباء الجمعة، خرج قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يعني كيف أنت الرئيس المؤمن وفي نفس الوقت تقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ طيب الشيخ السادات لم تكن المسألة فقط أنه يعني رفع الشعار ونقيضه مرة أن الرئيس المؤمن ومرة لدينا في السياسة ولا سياسة في الدين، وإنما هو من دون أدنى شك أكثر من استخدم الدين في لعبة السياسة. يعني كامب ديفيد كانت اتفاق وقام هو بتوقيعه، حتى بغض النظر عن آراء الدبلوماسيين والسياسيين المصريين المحيطين به، لا ده هو لما عرض عليه من الأمريكي بريجنسكي أن يتوجه أو أن يرسل الجيوش والقوات المرتزقة الوهابية، يعني إرسال الوهابيين المصريين إلى أفغانستان، فرح بذلك ورحب وأسس وشارك. يعني طب انت ليس فقط خالفت قصة لدينا في السياسة ولا سياسة في الدين، لا ده انت دخلت في مؤامرة كونية كبرى بأسلحة دينية، بأسلحة دينية. يعني لم يكن السادات ولا غير السادات يستطيع أن يرسل الجيش المصري إلى أفغانستان، وإنما أرسل هؤلاء المقاتلين الإرهابيين. يعني وفقا لمفهومهم هو استخدم الدين نفسه، الدين بحاله دون تخفيف بماء ولا أي مواد مخففة، واستخدمه في صراع كوني. طيب السؤال بقى، السؤال المهم الذي لابد علينا أن نطرحه، طيب هو أمريكا النهاردة التي ترسل بعض أصدقائها أو أبنائها، سميهم ما شئت لا أريد أن أستخدم عبارات حادة، ليرفعوا شعارات العلمانية وضرورة فصل الدين عن الدولة، هي أول دولة أو أكبر قوة في العالم قامت بتوظيف الأديان لصالح مشاريعها، ناهيك عن أنه الأمريكي نفسه لديه دولة دينية. يعني صحيح ليست دولة دينية بالمعنى الحرفي والكلاسيكي، وإنما عندما تسمعون الكلام الذي يقوله ترامب عن الميسيا المخلص والمسيح الثاني، لا ده الزعيم المؤمن دونالد ترامب. المسألة
ليست هي ذلك الشيء الذي يقدمونه لنا. طيب، لدينا معضلة، ما هي العلمانية؟ يعني تارة يقولون فصل الدين عن الدولة، لا، فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية. طب كيف يعني عندنا في مصر على سبيل المثال لدينا مؤسسة دينية كبرى عمرها يزيد على 1000 عام، هي مؤسسة الأزهر، بغض النظر عن الغرض الأساسي الذي أسس من أجله الأزهر في العصر الفاطمي. لا أعتقد أنه كان يمتلك دور سياسي، إنما مع تطور الوقت أصبح الدور الأزهري في السياسة لا تخطئه عين. ناهيك عن تعريف السياسة، ما هي السياسة؟ يعني هو النهارده احنا لو مصر أو غير مصر قامت بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق، هل هذا الأمر بعيد عن السياسة؟ لا قطعا. طيب، هذه المؤسسة الدينية الآن لها أدوار سياسية، مثال ذلك الوثيقة التي وقعها شيخ الأزهر عام 2019، وثيقة الإخاء الإنساني، ووقعت بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان. سياسية ولا مش سياسية؟ سياسية 100%. إذن عندما تقرر الفصل عليك أن تختار القانون الذي ينظم قواعد الطلاق، ده إذا كان هناك، يعني ده إذا كانت السلطة السياسية في مصر ترغب في الطلاق، مش نتفق بقى مين هياخد نص الثروة؟ يعني الأمريكان عندما يحدث الطلاق الزوجة تأخذ نصف ثروة الزوج. طب مين هياخد نصف الثروة، الحكومة ولا الأزهر؟ كلام يعني من الناحية الواقعية لا يمت للواقع ولا يمت للإمكانية بصلة، ولا يعدو كونه محاولة لإيجاد أو لزرع أصوات داخل المجتمع تحمل آراء بعينها، وهذه الآراء ربما كانت يعني محاولة بريئة من البعض يعتقد أنها قد تؤدي إلى الإصلاح، وربما كانت لا، يعني محاولة مدفوعة الأجر لتمزيق مجتمع ما بعينه وتحويله إلى فصائل متقاتلة ومتحاربة. طيب، إذا كنت أنا شخصياً أرفض تماما، بالمناسبة يعني أحد أشهر من تحدث في قضية العلمانية هو الدكتور عبد الوهاب المسيري، وحاول أن يوجد تعريفا للعلمانية فلم يجد، لم يتمكن من إحداث تعريف للعلمانية، وبعد أن عجز عن تعريف العلمانية لأنه أصلا هذه العملية مستحيلة، قام بتقسيم العلمانية إلى جزئين، علمانية جزئية وعلمانية شاملة. شنو جزئية وشنو علمانية؟ بل وصل به الأمر الشطط لدرجة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لديه بعض الممارسات العلمانية، ومن ضمنها واقعة تأبير النخل، ومن ضمنها استشارته للمسلمين أو للصحابة في غزوة بدر. طبعا قصة تأبير النخل وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذه رواية أسطورية مكذوبة ولا أصل لها، لأن القصة دي ليست قصة رأي، يعني المسألة ليست هنا ليست قضية رأي، نأبر النخل أو ما نأبرش النخل، دي مسألة جبلت عليها البشرية وجبل عليها البشر منذ آلاف السنين، بيزرعوا عندهم نخل وعندهم غير. أما قصة غزوة بدر واستشارة الرسول لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا تنفيذ لقوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. المسلم لابد أن يفهم إن رايحين فين، ذاهبون إلى القتال، حسنا أين
ولماذا عليهم أن يفهموا هذه الأشياء؟ يعني التكليف بالمفهوم وبالمعلوم. وبالتالي فاستشارة المسلمين، استشارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين، لا تعني على الإطلاق أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم جاهلا أو لم يكن عالما بهذا بالأوفق والأصلح، ولكن هذه الاستشارة كانت تأليفا لقلوبهم، لأنهم من سيقاتلون ومن ستسفك دماؤهم ومن سيقدمون أنفسهم كشهداء في هذه الحرب. يعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما أنا شخصيا أقتنع تماما تماما بأنه إحنا المسلمين لابد أن نمتلك مشروعا فكريا وحضاريا، وأنا من خلال قراءاتي ومعارفي أرى أنه المشروع الذي قدمه المفكر الإيراني الراحل الشهير الدكتور علي شريعتي، وهو مشروع العودة إلى الذات. إحنا قاعدين أهو، لا أعتقد أنه أحدا من الجالسين أو من المتعلمين أو المثقفين في العراق أو في مصر يفتقد إلى العلم ويفتقد إلى التجارب ويفتقد إلى الخبر. لسنا بحاجة إلى أن نستأذن الغرب أو نتعرف منه على الطريقة التي تمكننا أن نكون متحضرين ومهذبين. لدينا من الوسائل ومن الإمكانات ما يمكننا من سلوك هذا الطريق. شريطة أن نعرف أنفسنا أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إما إلى الأمام وإما إلى الخلف. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدكتور علي شريعتي رحمة الله عليه يقول أن الغرب يخاطب الجنس الأسود. هو في معضلة طبعا، أنه هذا الغرب ينظر إلينا، ينظر إلى المسلمين، ينظر إلى السود، ينظر إلى المختلفين عنه بنظرة الأقل والأدنى والذي لا يمكنه أن يؤسس بناء حضاريا. عندما يخاطب الغرب الجنس الأسود فقال لهم إن عملك لا يمكن أن يصنع متحضرا، فالأجناس في الدنيا صفات، جنس صانع للحضارة وجنس غير صانع للحضارة، والجنس الذي لا يصنع الحضارة يستغل لخدمة الجنس صانع الحضارة ويستفيد منه. طيب احنا النهاردة من يتابع ملف المفاوضات النووية بين إيران والغرب يعرف جيدا ان هناك شروط مفروضة يريد الغرب ان يفرضها على إيران، ألا تتطور علميا في مجالات بذاتها. يريد الغرب أن يبقيها حصرا ومغلقة عليه، لا يسمح لأي دولة أو لأي شعب أن يتجه به. أقول نحن جنس صانع للحضارة، نحن المسلمون جنس وعرق صانع للحضارة، ونستطيع أن نفعل ذلك. إنه يقول نحن المسلمين لستم من صناع الحضارة، بل يقول لنا كنتم أصحاب حضارة، ومن ثم فهو ينكر على الأفريقي حضارة ماضية، بالنسبة لنا يمسح ماضينا. والمسح أسوأ من الإنكار، المسح أسوأ من الإنكار. الماضي لا يزال موجودا، فهو كلاسيكية حية ومحسوسة تصنع شخصيتنا الثقافية التي ننطلق منها. يعني السؤال المطروح، لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون؟ هل فعلا تقدم الغرب؟ الغرب تقدم في مجالات، تمام، موافقون، مجالات تقنية مادية، تمام،
إنما هل تقدم الغرب أخلاقيا بالمطلق؟ بالمطلق أنا أقول بالمطلق، طبعا هناك بعض المجالات الأخلاقية التي تفوق فيها الغرب علينا ربما في مجال حقوق الإنسان، ولكن ليس الأمر بالمطلق. عندما يتعلق الأمر بالصراعات التي يديرها الغرب تختفي نبرة حقوق الإنسان، تختفي نبرة المساواة بين البشر، تبدأ تسمع الحجج والإنكار، قنوات اليوتيوب وقنوات الفيسبوك تفرض حظرا على كل من يناصر روسيا في مواجهة ما أوكرانيا. ليش؟ هو يريد أن يقدم روسيا كدولة مجرمة مرتكبة منتهكة للحضارة، ولا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن تقدم نموذجا أخلاقيا. هو يرى أن الغرب هو النموذج الأخلاقي الوحيد الذي ينبغي أن يبقى وينبغي أن يمتد، بينما نقول نحن أن الماضي ما زال موجودا فينا. كل ما هو خير، كل ما هو قيم من قيم وأخلاقيات إنسانية واجتماعية ينبغي أن نرعاها وأن نحافظ عليها وأن ننطلق منها لتأسيس بناء حضاري لا أقول جديد، وإنما يستدرك ما فات منا. لسنا عاجزين لا من الناحية العقلية ولا من الناحية الفكرية، وبالتالي فمشروعنا الذي نؤمن به هو مشروع العودة إلى الذات، العودة إلى الذات التاريخية الحضارية الأخلاقية التي ما تزال موجودة فينا. وأرحب بأسئلتكم. كل الشكر لك دكتور. طبعا الحضور الكريم، يعني أي شخص يحب يتداخل بالنقاش أو عنده سؤال معين يتفضل إلى المنصة. على اليمين تفضل ست، النساء أولا. ألو، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. طبعا نشكر قناة الأيام وإدارتها متفضلين على إتاحة الفرصة لنا واستضافة ضيفنا الكريم الدكتور في بلد الثاني العراق، فنرحب به وأهلا وسهلا. حقيقة كانت يعني كلام الدكتور ومحاضرته قيمة جدا، وتحدث عن المشروع، وربما نحن العرب نفتقد المشروع المشترك، المشروع العربي البديل عن المشروع الغربي. حقيقة احنا شبابنا كانوا يعني عرضة ويتعرضون وما زالوا يتعرضون للمشاريع الغربية، وربما تأثروا بها بنسبة كبيرة. لماذا هذا التأثر بالمشاريع الغربية والمشروع الغربي؟ لأننا ليس لدينا مشروع واضح المعالم. حقيقة لدينا مشتركات كثيرة، ربما العامل الحضاري، اللغة، العامل الديني، وهذه مشتركات كبيرة تجعلنا تجمعنا ولا تفرقنا، وتجعل لدينا مشروع، ومشروع كبير. ربما يكون هذا المشروع جاذب لشبابنا، لكن حقيقة هو كما يقال أنه تشخيص المشكلة ربما هو نصف الحل لهذه المشكلة. لماذا نحن نفتقد هذا المشروع رغم لدينا العوامل والآليات لتفعيل هذا المشروع؟ ربما هذا الموضوع متعلق بالشخصية العربية. حقيقة احنا يعني عندنا حضارات، لكن هذه الحضارات هي تظهر وفي فترة تنير الطريق ثم سرعان ما تأفل. هذا متعلق بطبيعة الشخصية العربية. ربما الشخصية العربية هي شخصية ليست عميقة النفس أو ليست تستمر في العطاء والعمل، ربما المزاجية هي يعني طبيعة من طبيعة الشخصية العربية بالذات. فلذلك نحتاج إلى أن تكون هنالك إرادة عربية لتفعيل مشروع عربي، أن يكون هنالك مشروع عربي يجمع عفوا ولا يفرق. نعمل على المشتركات. اليوم المشتركات مهمة جدا، ونجد الغرب رغم الاختلافات بينهم، الاختلافات في وجهات النظر، لكن هنالك رؤى واحدة، هنالك سياسات واحدة هي تجمع هذه الشعوب.
إذن علينا العمل على المشتركات مثل ما تحدث الدكتور. العودة إلى الإرث الحضاري مهم جدا، دور الإعلام مهم جدا، أن يكون خطابنا الإعلامي هو موحد في جميع الشعوب العربية والشعوب الإسلامية من أجل أن يكون لدينا مشروع واحد، وبالتالي نوحد الرؤى والآفاق. شكرا جزيلا. كل الشكر لك. ناخذ بعض الأسئلة. أنا ما عرفت نفسي، دكتورة نداء الكعبي. تشرفنا بك دكتورة. جواب رأسا الجواب. طبعا ليس هناك مشروع عربي ولن يكون هناك مشروع عربي. طبعا أنا رجل مصري وأعتز بمصريتي، وأتمنى لو كنت عراقيا، يعني لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون عراقيا. أنا بس أقول هذا الكلام. مشكلة المشروع العربي، الانطلاق من المشروع العربي، العالم الإسلامي حتى عام 1923 كان يقع تحت حكم الدولة التركية، السلجوقية. لم يكن الأتراك عربا، الأتراك لم تكن حتى لغتهم لغة عربية، يعني هم لم يتعربوا طيلة 6 قرون. وبعدين سقطت الدولة العثمانية، وما زال هناك نقاش حول ما إذا كانت هذه الدولة كانت خلافة إسلامية أو مجرد سلطة زمنية. النهاردة المشروع الحضاري، في تقديرنا أن المشروع الحضاري ينبغي أن يكون مشروعا إسلاميا، وينبغي طبعا أن يهتم بالمكون العربي ليس كمكون عرقي يعني، وإنما كمكون ثقافي جوهري. القرآن عربي، اللسان عربي، اللغة عربية. إنما ينبغي أن يكون هذا المشروع رحب الأفق، يمتد ليستفيد من كل الطاقات والإمكانات التي تحتويها هذه الأمة الإسلامية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تفضل. طبعا يعني احنا نعتذر من عندكم، ولكن الوقت داهمنا، ونعتذر عن موضوع الصوت، ولكن الأهم أن جمهور قناة الأيام الفضائية كان الصوت واضح والحمد لله. كل التحية، وآسفين جدا ممكن يعني أخذنا من وقت الدكتور ومن وقتكم. كل التحية لكم، لكل الحاضرين. شكرا دكتور على كل هذه المعلومات القيمة والمحاضرة الرائعة. قناة الأيام قناتكم دائما، ونتشرف بكم. نأخذ مداخلة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحية لقناة الأيام، وتحية لسعادة الدكتور أحمد راسم النفيس، اللي بصراحة أنا ما التقيت به في يعني لما كنت في مصر، وأبان سقوط نظام مبارك والتغيير اللي صار بعد 25 يناير. والسؤال هو يعني حول الشيعة في مصر. فشل العديد من رموز الشيعة في مصر في إيجاد مشروع جامع للشيعة المصريين، ومن ضمنها كانت أكو محاولة تأسيس حزب بعد الانفتاح اللي صار والتعدي الحزبية في مصر. وأتذكر كان المشروع هو تأسيس حزب التحرير. لم يكن هناك من إمكانية من جمع 5000 توكيل في مصر. من خلال وجودي واطلاعي على الوضع في مصر في المدة اللي سكنت بها وقمت في مصر، هناك تعددية سلبية حالت دون إيجاد مشروع جامع للشيعة في مصر. أريد نعرف من سعادة الدكتور أنه شنو السبب، سبب عدم وجود مشروع سياسي أو مشروع اجتماعي للشيعة في مصر. وأيضا الملاحظة الأخرى، العدد الحقيقي أو التقريبي للشيعة في مصر، هناك تقديرات تصل بالملايين، لكنه في الحقيقة عدد الشيعة في مصر لا يتعدى 5000 أو 6000 شيعي في مصر، وهم هناك يعني في المحروسة، مضيق عليهم كثيرا. شكرا جزيلا دكتور.
طبعا حضرتك الاسم ايه؟ نعم دكتور مصطفى الناجي. مصطفى الناجي، طبعا معلوماتك ان احنا ما قدرناش يعني نجيب 5000 توكيل مشارك. دكتور قصد الاحصائيات الرسميه الحكوميه؟ لا 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 لا، هو بيتكلم عن الحزب، بيقول لم يتمكنوا من جمع 5000 توكيل. صح، طبعا ده معلومه خاطئه تماما. احنا جمعنا يعني قرابه 10000 توكيل، ومع ذلك لم نتمكن من تاسيس الحزب. يعني الاكذوبه اللي هم روجوها، قال لك دول مش عارفين يلموا مش عارف ايه. القرار بمنع تأسيس الحزب قرار سياسي 100%. ثانيا انه الاحزاب، هو انتوا عندكم هنا في العراق لما بيتعمل كيان سياسي محتاج كم شخص لتأسيس كيان؟ ما اتوقع اكو رقم محدد. يعني ما يجيش 100 واحد في مصر، كان 100 واحد يأسسوا حزب. اذا قصة ان الحزب و 100 واحد و 5000 هذه مسألة، لأنه هي الفكرة أنت بتأسس حزب عشان تجتذب ناس، واخد بال حضرتك، ولا يلزم أن يكون لك قاعدة جماهيرية واسعة كي تؤسس حزب. فقصة المبالغة في أرقام الشيعة، يعني معلش مع احترامي مع احترامي لحضرتك مش عجباني، يعني واخد بالك، يعني أنا متضايق من الكلمة دي لأنها تحمل اتهاما ضمنيا إن إحنا بنزود علشان هي لأسباب اقتصادية. أولا أنا شخصيا عمري ما قلت أي أرقام، واخد بالك، لم أذكر يوما رقما ما. وهل هم، طيب أنت هتعرف إزاي أرقام الشيعة في العراق؟ أنت لما بيبقى عندك بلد زي العراق وبيترشح حزب معلوم، يعني السيد فلان او الاستاذ فلان بياخد كم صوت، تقدر تعرف، واخد بالك، نسبة الحضور كم في المية، الانتخابات 50%، مش كده؟ تقدر تخمن رقم الشيعة في العراق وفي غير العراق. اما في مصر فتخمين ارقام، تخمين ارقام الشيعة فهذا هو المحال بعينه. انت لا تمتلك، حتى لو تمتلك الحق في أن تجلس وتجلب مجموعة وتقوم يعني تعقد جلسة، لا تمتلك الإمكانات اللي تمكنك من أن أنت تجوب مصر من الشمال إلى الجنوب، واضح؟ ولذا كانت أهمية تأسيس حزب، تأسيس حزب كي تمتلك شرعية التحرك وعقد اللقاءات مع الناس. فرفقا بنا لو سمحت. طبعا نعتذر من اي شخص ادى مداخله، ولكن احنا ملتزمين للاسف بوقت محدد. اعتذر من الدكتور صالح، اعتذر من الاستاذ، من الاخوه ايضا اللي طالبوا بمداخلات. شكرا لحضوركم، وشكرا لك دكتور على كل هذا المال. وحقيقه اليوم يعني متشرفين بوجودك في قناه الايام الفضائيه. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، وإن شاء الله يا رب نلتقي بلقاءات ثقافية أخرى. ربي يحفظكم، شكرا جزيلا، وعليكم السلام.